يسرني أن أعلن أن سوناتراك سترافق وتدعم الرياضيين المتوجين بميداليات في هذه الدورة الأولمبية، وهذا طيلة العهد الأولمبية القادمة، بهدف دعم هؤلاء الأبطال ورعايتهم في مسيرتكم الرياضية وتمكينكم من التحضير للمشاركات في المنافسات الدولية القادمة بقوة وثقة. سوناتراك ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لدعم الرياضة الجزائرية، ولن تدخر أي جهد في سبيل تمكين الكفاءات المتميزة في مختلف المجالات من تحقيق النجاح والتألق على الصعيدين الوطني والدولي. لمسنا إرادة وحرص من شركة سوناتراك للعام الخاص. كلنا كشعب جزائري نعرف أن هذه الشركة هي شركة مواطنة، هي شركة لديها فضل كبير على الرياضة الجزائرية، وتعتبر الداعم الأول لكل الأبطال والبطلات. لذلك باسمي وباسم الحركة الرياضية والأولمبية الجزائرية أجدد شكري لكم، كذلك متمنياً أن تتوج اتفاقيتنا على دعم أبطالنا وأبطال آخرين. فرحان بزاف اليوم بالتكريم اللي كان اليوم، كان مفاجأة لنا وإحنا فرحانين بزاف، ونشكر شركة سوناتراك على الترحيب هذا الكبير اللي قامت به، وإن شاء الله نزيدو نفرحوا الجزائر أحسن تشريف في المناسبات القادمة. Oui, c'est vrai que c'est un honneur d'être accompagnée autant et je suis très 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 contente et j'espère faire au mieux jusqu'en 2028. بعد تكريم رئيس الجمهورية اللي كان صباح اليوم، كذلك شركة سوناتراك اللي قدمت لنا تكريم وهي مشكورة على هذا الالتفات الطيبة، رانا فرحانين بزاف. كذلك سوناتراك راح ترافقنا في تحضيراتنا الأولمبياد القادمة لوس أنجلوس، هذا الشيء اللي فرحنا به اليوم، هذا الشيء اللي يبين أن الدولة راهي حريصة في الرياضات الأولمبية.